أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ولحن جديد في برنامجكم تعلم ألحان كنيستك. لحن النهاردة هو لحن أبيكران. لحن أبيكران بيتقال لأي قديس في عيده، زي الأنبا أنطونيوس أو الأنبا بولا أو الأنبا مقاريوس الكبير أو الأنبا رويس أو أي قديس تاني. لكن اللحن ده ما بيتقالش للشهداء زي ماري جرجس وأبو سيفين وباقي الشهداء، لأن الشهداء بيتقال لهم لحن تاني اسمه بي إهلوج. لحن أبيكران بيتقال في طقس التمجيد، سواء التمجيد ده كان في عشية أو في القداس أو حتى خارج نطاق الخدمات الليتورجية، زي مثلا لما مجموعة من الناس يزوروا دير ويعملوا هناك تمجيد لقديس من القديسين. في طقس التمجيد الكامل بيتقال لحن أبيكران أو أي لحن تاني زي بي إهلوج أو أتايبارثينوس أو غيرهم، بعد الجزء اللي بيتقال من دوكسولوجية باكر الأضام بحسب صاحب التمجيد، سواء كان العذراء مريم أو الملائكة أو الشهداء أو القديسين أو الأنبياء أو البطاركة، وقبل قراية الدفنار. في القداس التمجيد بيكون مختصر جدا ومكانه بيكون بعد قراية السنكسار. في الحالة دي ممكن يتقال اللحن وبعده لحن خينفران. بعض الناس بيعملوا التمجيد في أثناء التوزيع علشان يختصروا شوية في الوقت، لكن الكلام ده مش سليم قوي، لان التمجيد بيبقى دايما مرتبط بسيرة القديس سواء في الدفنار او في السنكسار. بالاضافة لان وقت التوزيع وربنا يسوع معانا على المذبح، ما يصحش ان احنا نتشغل بحد تاني غيره حتى لو كان الشخص ده قديس من القديسين. أول حتة قولوها ورايا. Again. Again. Listen to me again. وبعدين تعلى درجة. خمس هزات كأنها سلم، تطلع وبعدين تنزل اتنين. Again. تاني. Again. تاني. من الأول. تاني. Again. من الأول. تاني. الحتة اللي في الآخر دي. Again. تاني. نقول من الأول بقى. تاني.
من الاول بقى يلا. دي زي اللي قبلها فاكرين يعني قلنا كده وبعدين نعيدها تاني نفس الاثنين دول واخدين بالكم اثنين وبعدها ثلاثة وبعدها اثنين اسمعوها كده على بعض يلا كويس اربع عزات كانها سلم كده اربع عزات بينزلوا again تاني تاني مع اللي قبلها كمان مرة هنقول من أول الحتة الجزء اللي قبلها اللي هو يلا كويس أوي على بعض بقى تاني يبقى هقولها لكم الحته اللي قبلها خدتوا بالكم ازاي نجرب تاني ولا اقولها مره تانيه هقولها لكم مره تانيه يلا كويس قوي تاني كمان تاني قول على بعض بقى يلا ا
الحته اللي قبلها عشان نلمها. الجديدة بقى. بس وبعدها في اربع هزات. يلا. الحته الجديده. وبعدين تخش في الكرون. تاني. هزات. تاني. اسمعوا لبعض. Ah.
تاني كمان من أول بي بعد من الأول. اسمعوا كده الحته دي على بعض يعني ثلاث مجموعات اللي في الاخر دول بيفضلوا ينزلوا في الطبقه اسمعوها تاني بتاعت إرنشتي تاني اسمعوا تاني قولوا دي كمان مرة الحته دي مهمه تاني نجرب بقى نقولها على بعض Oh.
فازين هايلين. في دراسة عملها الدكتور ماجد صبحي عنوانها مقدمة في علم الإمنولوجيا القبطية تحت إشراف قسم الموسيقى والألحان بمعهد الدراسات القبطية، قال فيها إن وضع لحن أبيكران هو الأنبا ميخائيل المعاريجي، وده واحد من أسقفة الوجه البحري، عاش في أواخر القرن الخمستاشر وبداية القرن الستاشر الميلادي، وإنه حط اللحن ده وهو